الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكمل معكم في الحلقة الرابعة والعشرين من هذه السلسلة التي أسأل الله يعين على إنهائها والخروج منها من قطع من الحديث عن المشاكلة الجينية، المشاكلة على مستوى الدي ان اي كما قلنا. طبعا ربما تكون أحسن طريقة وأضمن وأوثق طريقة للوقوف على وجوه هذه المشاكلة والمشابهة أن نقارن بين الجينومات، بين جينوم الإنسان مثلا وجينوم الفأر، جينا جينا، ونقرأ الحروف والتتابعات أيها الإخوة لكل جين جين واضح أن هذه مسألة تحتاج إلى أموال هائلة. الجينوم البشري أيها الإخوة تقريباً امتد العمل فيه وطبعاً عدد هائل من الرجال والنساء أموال باهظة يعني الذي أعرفه أنها جاوزت المليار بس كم مليار لا أدري بالضبط الآن نسيت يعني شوف ألف مليون الدولارات أموال باهضة وعلى مدى زمن يقترب من عشر سنوات. وفي الحقيقة لما أعلن عن اكتماله لم يكن قد اكتمل تماما بقي فيه فضلة لكنهم استعجلوا لأسباب معروفة طبعا لدينا كتب مجلدات أيها الإخوة عن قصة هذا المشروع الجنوم البشري والعمل فيه قصة ملحمية كبيرة على الفكرة يعني بعض العلماء يقول لم يحقق الجنس أو النوع الإنساني فتحا أعظم في باب العلم يضاهي ويضارع هذا الفتح الا ربما ايه؟ انزال اول مركبه على ايه؟ القمر. هذا مشروع خطير جدا مشروع الجنوم البشري. فعلشان ايه؟ ننجز ايضا دراسه كامله للجينوم الفأر ايضا نحتاج الى وقت طويل. طبعا تطور الحاسوبات او الكمبيوتر جعل هذه العمليه بفضل الله اكفأ واسرع، لكن ايضا تحتاج الى وقت وتحتاج الى جهود جباره وتحتاج الى اموال. بفضل الله بعد ذلك بعد ذلك بسنوات أنجز العلماء مشروع جينوم الشمبانزي كامل تقريبا أيضا هو الآن مشروع جينوم الإنسان ومشروعات أخرى ومشروعات أخرى إذا أصبح هذا في الإمكان بوفرة واقتصاد أفضل ربما ربما يكمل العلماء مشروعات لمئات وربما ألوف من الكائنات الحية وخاصة الثديية التي توجد منها بضعة آلاف من الأنواع، وحينئذ يمكن إجراء هذه المقارنات لجينوم مع جينوم كما قلنا وعلى مستوى الجينات، جينا جينا ونقرأ التتابعات بدقة، لكن كما قلنا إلى الآن هذه الطريقة ليست ميسورة. هناك طريقة قديمة تعود إلى ستينيات القرن العشرين المنصرم وغير مكلفة وغير مكلفة، وتم اعتمادها في ستينيات القرن أيضا المنصرم سيريتش وويلسون الان ويلسون وفينسنت سيريتش استخدموا هذه الطريقه واثبت بها لاول مره ان المشاكله بين الانسان وبين الشمبانزي ووجوه الشبه او المشابه اكثر مما كان يتوقع طبعا صدم المجتمع العلمي بنتيجه هذه الدراسه تعتمد ماذا هذه الدراسه هذه طريقه اخرى هذه ميكانيكيه او اليه اخرى لدراسة المشاكلة الجينية تعتمد على الجهاز المناعي تعتمد على الجهاز المناعي كيف يعني؟ جهاز المناعي أيها الإخوة في كل حيوان يقوم بالعمل التقليدي المعروف يولد الأجسام المضادة للبروتينات الغريبة الداخلة فيه ببساطة هيك بتبسيط شديد جدا اعتمد العلماء الجهاز المناعي للأرنب يمكن طبعا يعتمدوا أي حيوان آخر لكن الأرنب أسهل وأفضل لأشياء مذكورة في أماكنها طيب في الإنسان نستطيع أن نعرف أن إنسانا ما أصيب في يوم من الأيام بالسعال الديكي أو لم يصب مثلا كيف طيب ممكن قبل أربعين سنة في طفولته أصيب أه؟ نعرف الآن بعد أربعين سنة أنه أصيب بالسعال الديكي بفحص الأجسام المضادة في دمه في جسمه يعني ونستطيع أن نعرف عام أنه هذا في يوم من الأيام تعرض لهذا المرض وولد مستضدات او اجسام مضاده لاي لهذا البروتين مثلا المعين واضح كذلك في الارنب كذلك في الارنب جميل الان لو اتينا الى ارنب وحقناه ببروتين الشمبانزي ما الذي سيحصل سيولد جهازه المناعي اجساما مضاده لهذا البروتين الدخيل الغازي جميل وقد ينجو الارنب بعد ذلك ناتي نحقنه ببروتين للغوريلا بروتين ايه؟ الغوريلا ماذا سيحصل؟ هل سيتعافى مباشرة؟ لا طبعا لكن انتبهوا لانه في صله قرابه بين الشمبانزي وبين الغوريلا كما تعلمون فالاجسام المضاده التي كونها جسم الارنب ضد بروتين الشمبانزي سوف تعمل في مقاومة بروتين الغوريلا جزئيا لكن بكفاءة أضعف بحسب الفرق طبعا بكفاءة أضعف جميل جدا وسينجو في الأرجح لو أتينا الآن وحقنا إيه الأرنب ببروتين الكانجارو مثلا الكنغر نفس الشيء الأجسام المضادة التي ولدها ضد بروتين الشمبانزي والغوريلا سوف تسعفه الآن لكن بدرجة أقل كفاءة بدرجة أقل كفاءة وهل مجر طب إيش الفرق بين إيه هذه الكفاءات أو ردات الفعل في كفاءتها هنا وهنا هنا بحسب ماذا بحسب درجة قرب هذا الحيوان صاحب البروتين الغازي من هذا ومن هذا ومن هذا واضح بهذه الطريقة نستطيع أن نعرف نفس هذه هذا تبسيط شديد جدا بهذه الطريقه ايها الاخوه اجرى العالمان المذكوران سيريتش وويلسون اجريا التجارب على الانسان والشمبانزي فوجد ان درجه القرابه بينهما وبالتالي المشاكله والمشابه اكثر مما كان يعتقد أيوة بمعنى ايه يعني بمعنى انه بروتين الشمبانزي قريب جدا من بروتين الانسان قريب جدا وجهازه المناعي يعمل بكيفيه قريبه جدا من تلك التي يعمل بها الجهاز المناعي لدى الانسان يعني قريب مش نقول متطابق طبعا مش متطابق طبعا ولكن قريب الى درجه ايه الى درجه محيره هناك طريقه ثالثه وهي الطريقه المعروفه وهي طريقه حديثه طبعا وقويه ايضا طريقه تهجين الدي ان ايه يعني دي ان ايه أو طريقه او هايبريديزيشن طريقه تهجين الدي ان إيه هذه الطريقه هي المسؤوله عن الافادات ستيتمنتس يعني دائما نقرا افادات في الكتب العلميه أن جينوم الشمبانزي أو الشمبانزي بشكل عام يتشارك مع الإنسان في 98 ونصف من إيه؟ الجينوم مثلا ويتساءل ما معنى هذا؟ طبعا هذا الموضوع سنعود إليه في حلقات نقد التطور بتعمق واسع هذه قضية مشكلة كبيرة لذلك الآن سنختصر قضية تهجين الدي إن إيه قضية مشكلة كبيرة جدا ما معنى أن الشمبانزي يتشارك مع الإنسان في ثمانية وتسعين ونصف من إيه الجينات يعني في المئة طبعا ثمانية ما معنى هذا وهل معنى هذا يعني أنه على مستوى الذكاء والتصرف البيهيفير السلوك يعني وعلى مستوى العواطف والوجدان وعلى مستوى الابداع وعلى مستوى الاهتمامات حتى الفارق بيني وبين الشمبانزي 1.5% يعني؟ طبعا لا طب ايه معنى 98.5% هذا الذي سوف نشرحه عند ايه؟ عندما نتكلم عن نقد نظريه التطور علميا ايضا النقد الموجه الموجه لها علميا وسوف نرى ايضا افادات مضاده وتفسيرات مختلفه لهذه النقطه. ناتي الان الى اليه اخرى اسهل واوضح تتعلق بدرجه انصهار اللولب المزدوج انصهار اللولب المزدوج الميلتينج بوينت يعني نقطه الانصهار للدي ان اي يعني شو لولب الدبل هيليكس هذا او تو هيليكسز اه يعني لولبان او لولب مزدوج ناتي مثلا الى اللولب المزدوج عند الانسان لولب الدي ان اي يعني هذا الضفيره يعني الضفيره الدبل هيليكس هذا بتكون من ضفيره يعني من اثنتين او من خيطين خيطين مضفورين تو يعني من خيطين مضفورين لو سخناه قليلا قليلا هيتنج نعمل له تسخين عند درجة 85 سيلسيوس أو مئوية يعني ينفك الخيطان هذا خيط واحدة هنا تعرفون كيف أدونين تايمين سيتوزين جوانين ينفك جميل بعد التبريد قليلا قليلا يعودان في ماذا؟ يلتحمان مثل السوستة شوف السوستة تاعت الجاكيت مثل السوستة تفكها ترجع تلتحم بالبرودة تلتحم الآن ضروري أن تلتحم أو يلتحم هذا الخيط من الدبل هيليكس تبع الإنسان بالخيط الآخر إذا وجد أفضل شيء طبعا ويلتحم به بشكل كامل صحيح؟ تماما كما كان لكن لو كان ايه نحينا هذا الخيط وبقينا خيطا واحدا واتينا بخيط ثاني من الشمبانزي يلتحمان ويلتحمان في معظم المواضع الا في المواضع إيه؟ التي وقع فيها الاختلاف فلا يمكن ان يقع الالتحام لكن في المعظم فاذا الترابط الان يكون قويا او ضعيفا قويا يكون قويا لكن ليس في قوه الترابط ماذا خيطين من ايه من يعني الانسان نفسه لكن في التحام قوي طيب لو حين هذا لا جبنا خيط اخر من الغوريلا نفس الشيء يلتحم بس بطريقه اضعف من اورانجوتان يلتحم بطريقه اضعف من الغوريلا ايضا من الكنغارو يلتحم من الفار يلتحم من التفاح يلتحم القرنبيط يلتحم ولكن نفس الشيء في كل مره يقول تحمل إيه أضعف حسب البعد هنا يتدخل التطور واضح؟ مش مجرد أنها شفرة واحدة ولغة واحدة مرة أخرى في ماذا؟ درجة قرابة درجة قرابة كلما كان الكائن أقرب إليك في سلم التطور في فروع شجرة الحياة كلما أمكن ماذا؟ الالتحام بقوة أكبر بقوة أكبر فتجيب مثلا خيط من إيه؟ الدبل هيكس تبع الإنسان مع خيط من إيه؟ دبل هيكس تبع التفاح إيه سيلتحمان ولكن لن يلتحما في مواضع كثيرة في مواضع كثيرة تماما مثل السوستة لا تجد ماذا؟ ما يناسبها أو لا تجد أختها فتبقى فارغة آه. واضح؟ طب هل هناك قاعدة لدراسة قوة القرابة مدى القرابة بين كائنين بطريقة الالتحام هذه؟ موجودة كيف طيب؟ وهي سهله وبسيطه مثل مسخره يقول العلماء طلعت اسهل مما تخيلوا يعني اسهل مما تخيلوا احنا قلنا انه ايه؟ دبل هيليكس خاصه الانسان آه تبع الانسان ينفرط عقده عند درجه ايه؟ 85 جميل؟ آه الحيوانات الاخرى تختلف في درجه ايه؟ حرارتها في درجه حرارتها طيب لو الان احنا ايه عملنا دبل هيليكس خيطه من الإنسان والخيط الآخر نبدأ من أعلى شيء من الشمبانزي جميل؟ وسخناه الآن وسخناه المفروض أن ينفرط عقده عند 85 أو أكثر أو أقل لا أقل أحسنت أقل مش خمسة أقل لأنه في إيه؟ أضعف شوية فحتلاقيه عند أقل من 85 انفرط لو كان الإنسان مش قبل 85 طب لو كان الغوريلا أقل من درجة إيش؟ انصهار دبل هيليكس انسان والشمبانزي اقل من هيك لو افترضنا عند الشمبانزي على ايه على 84 مثلا نفترض ايه هو في الحقيقه حيكون 83 82 ونص حقول لكم ليش في قاعده في قاعده اه اه قاعده محوسه بسيطه اه. الشمبانزي حيكون اقل من هذا يمكن 82 اه اورانج ممكن يكون 80 طب القرنبيط اي اه ممكن عند 15 ينفرض مباشره اه اشياء اخرى ممكن عند سبع درجات ينفرط إيش القاعدة؟ القاعدة تقول كل درجة حرارة واحدة أنقص من الدرجة المعيارية المعيارية عند الإنسان كم هي؟ خمسة وثمانين وفهمناها درجة سلسس واحدة أقل تساوي فروقا في الجينوم من هذا إلى هذا في الجينات يعني واحد في المئة عجيب واحد في المئة يعني إحنا الإنسان خمسة وثمانين لو لقينا ايه؟ انه في الدبل هيليكس هذا تبع الانسان وتبع مثلا الكولوجو حدثناك عن المره هذيك آه. عند 50 بنفرط عند 50 بنفرط معناها في عندنا ايه؟ 35% فرق في ايه؟ في الجينوم في فرق وراثي بايه؟ بنسبه 35% بين الانسان وبين ايه؟ الكولوجو مثلا افتراض هذا آه. هذا لم يحصل لكن نحن نفترض وهذه هي القاعده هذا معنى درجة واحدة أقل من درجة ايه؟ الميلتنج هذه يعني أو درجة الانصهار، أو نقطة الانصهار البونت هذه هو هذا، طريقة عبقرية وسهلة وغير مكلفة. لكن طبعا لها بعض المشاكل التقنية هذا الشيء يعني نحن نتحدث دائما عن برضو ايه؟ المخططات العامة. وطبعا الإنسان إذا أراد أن يتخصص، نحن لسنا متخصصين، سوف يرى كم هي المسألة مضنية ومشقية. كل شيء نتحدث عنه هنا خاصة في هذه الأشياء مكتوب عنه كتب ودراسات ومئات الصفحات وبطريقه فنيه يعني مزعجه ومعقده جدا 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 طبعا بعد ذلك يتم التبسيط بهذه الطريقه نعطيك خلاصات احنا فقط علشان دائما انا اقول واحمد الله على هذا الشيء دائما اقول علينا دائما ان نتواضع امام هذه الاشياء يا اخواني لا نسارع الى تسخيفها وتكذيبها لا 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 رحم الله معنا عرف قدر نفسي هذه ليست تخصصاتنا اه لسنا اساتذه عالميين كبار فيها نحترم ايش نقول ابدا كويس فينا نكون نحاول نفهم خلاصاتها ونقدمها كويس والله اما نيجي نسخفها ونعتبر حنا فهمناها وبدنا ننقضها هذا لعب صبياني يعني لا يليق بانسان يحترم نفسه هذه تبسيطات قد تكون مخله تبسيطات قد تكون ايه مخله ناتي الان وما زلنا في موضوع التشاكل كل هذا نحن الان ما زلنا مع ماذا؟ مع التاريخ مع الادله المستمده من تاريخ المسارات التطورية. كل هذا، حلقة الحلقة الفائتة وهذه الحلقة وربما أيضاً الحلقة اللاحقة. نفس الشيء. كله أدلة من التاريخ، تعتبر كلها شواهد تاريخية، لكن ذات طبيعة خاصة هذه الشواهد. القشعريرة. الإنسان حين يشعر بالبرد الشديد، يقب يقف ينتصب شعر بدنه. طبعاً كأنه عنده شعر يعني هو. هذه بقايا شعر. نحن تقريبا كائنات جرداء كائنات يعني بده شعر عند الغوريلا في شعر عند الشمبانزي في شعر نحن ما يعني قال لك شعر هذه <applause> بقايا شعر اشياء تذكر يعني تذكر بانه كان لنا اجداد كانوا ايه شعورين آه كانوا مغطين بالشعر صحيح اه فيعني يقب شعر البدن يخف شعر البدن ومش هيعمل حاجه طبعا تخوف شيء هذا يعني آه الاسد اذا حصل له استفزاز او استغضاب شوف العرف تبعه هذا الفوق اللي يقف طبعا يقف دارون شافه مره قال شيء عجيب قال اذا غضب جدا يقف وطبعا هذا في عالم الوغى في ساحه الوغى هذه في الغاب اه اشاره انذار مخيفه جدا مرهوبه فما فيش انسان يقف شعر بدنه ويخاف الثانيين يعني هذا شيء اثري هذا فيستجز <applause> آه. اثريات هذه ملاش اه لكن موجوده الى اليوم موجوده ايه لقد قف شعر بدني تقول أمنا عائشة مما قلتم قف شعر بدني حديث مسروق جميل انتصب شعر البدن قب شعر بدنه يقولون ليه؟ ليه؟ الحيوانات تفعل هذا قديما تفعله إلى اليوم لأغراض هذا يحدث أيها الإخوة عند الخوف الشديد عند الغضب والنرفزة عند الشعور بالبرد عند الإنفعال تسمع قطعة موسيقية هيك رائعة أو ناي حزين أو قراءة قرآن خشوعة أو تشهد مشهدا دراميا لقاء أم بابنها بعد إيه أن يأست من وجداني بعد عشرين سنة ووجدته كذا تبكي هي ويبكي وتبكي أنت آه وطبعا وتقول إيه وشعر شعر بدني تسمع بيت شعر مؤثر هيك عن الذات العلية لا إله إلا الله يخف شعر بدنك صحيح؟ يحدث عند الانفعالات انفعالات الجلال انفعالات الخشوع، انفعالات الرقة اه يشعر انه الانسان ايه وقد وقف او قب شعر بدنه ايش قضية القشعريرة هذه؟ العوام يقول لك قشعريرة، قشعريرة اه او قشعريرة اه القشعريرة ايش قضيتها؟ نفس الشيء هذا اثر باقي من اسلافنا الاولين طبعا إيه اليوم حين نشعر بالبرد احنا يقف شعر البدن ايها الاخوه في محاولة يائسة لا تفيد لكن محاولة يا حرام تاريخية يا يائسة لأن الشعر حين يقف يحاول أن يحجز الهواء في هذه الطبقة البسيطة عمل كأنه طبقة عمل مثل طبقة إيه؟ طبقة مخمل أو طبقة إيه سجاد يعني فهذه الطبقة الآن بالشعر واقف تحاول أن تحجز إيه؟ الهواء بينها تحبسه تحبسه فهذا يعمل على الأقل على الحفاظ إيش؟ على حرارة البدن لكي لا تخرج في هواء حبسها يعني فالحرارة لا تخرج من جسمك يعني لكن كما قلنا لا تنجح إنه ما في شعر هذه هذه يفلح مع الحيوانات فعلا لها شعر وثخين كذا ويقف فتحتفظ إيه بالحرارة تحتفظ بحرارتها ينجح معها أنت معك لا ينجح تحاول أن تقلد أنت كما قلنا هذا شيء تاريخي شيء تاريخي هتقولي هذا مفهوم طب وحين أحزان أنا يعني أشعر بالإجلال، أشعر بالرقة، بالإنفعال. لماذا يقف شعر بدني؟ هو هذا. هذه مسألة تطورية. يعني هذا كان يجري الحيوانات في الأول لأغراض دفاعية، قتالية، هجومية، حيوية، حيوية أيضاً. موضوع التبريد والتسخين كما قلنا يحصل معها، كان ولا يزال يحصل معها. وأنت ارتقيت من هذه الحيوانات. هؤلاء أجدادك، هؤلاء أسلافك. أباؤك الأولون أباؤك الأولون وورثت هذا منهم سموها مكينة مكينة مكن يعني آه مشينر يعني ها؟ مكينة انتصاب الشعر الهير إريكشن يعني هذه مكينة انتصاب الشعر موجودة اليوم فينا لكن لا تكاد تؤدي غرضا حقيقيا من الأغراض التي تتوسل لتحقيق الحيوانات المتوفرة على هذه المكينة لكن في مسارنا التطوري الطويل استبدلنا بتلك الأغراض ماذا؟ أغراض التواصل الاجتماعي زي ما بتشوف الدموع في عيني أه؟ ممكن تلاحظ أنه إيه؟ وقف شعر بدني يعني هذه مسألة ثقافية أصبحت مسألة ثقافية واجتماعية مش مسألة حيوية ومش مسألة عضوية أيها الإخوة العالم الكبير تشالز داروين أه؟ طبعا أنا من حقي أن أحترم أنا أحترم هذا الرجل دل... أنا, أنا قرأت له وأقرأ له وكلما تقرأه تحترمه عالم في عصره آه حقيقة وفي ظروفه والتفت الى كل ما التفت اليه وكتب كل ما كتب يعني كتابه هذا التعبير عن الانفعالات في الانسان والحيوان كتاب عجيب كتاب عجيب يدل على رجل فعلا دؤوب مجتهد يعني ماذا اقول لك راسخ القدم طويل البال كما يقال عنده نفس طويل في البحث والملاحظة آه يلاحظ ما تخطئ العين الاخرى إيه ان تلاحظه كتب عن هذا الموضوع عن موضوع انتصاب الشعر وانتصاب الزوائد اللحمية هو يقول اه اكثر من عشر صحائف اه تقريبا ثلث هذه الصحائف ملاحظات ذاتية هو لاحظها أه في الكلاب في الخنازير في الماعز اه لاحظ اشياء على قرد البونوبو في قرد الشمبانزي قال الاورانغوتان هو لاحظ هذا ايضا أه ملاحظاته أه وحاول ان يفسر هذا وطبعا هذا كله لكي يخدم نظريته رجل دؤوب على خدمة النظرية وكتاب ضخم جدا 600 صفحة تحدث فقط عن وسائل واليات وكيفية التعبير عن الانفعالات ايموشنز يعني العواطف الوجدانيات في الانسان والحيوان عشر صحائف يعني لاحظ هذه القضية دارون أي بطريقة معمقة وسجلها الرجل وسجلها الرجل لكن تفسيرها كما قلنا لكم هي مجرد ايه مسألة آثار باقية Vestiges Vestiges يعني الأثر الباقي آثار باقية من ايه؟ من أشياء تعود إلى الماضي البعيد لأصولنا، وهذا واضح أيضاً أنه أثر من آثار التطور، إذا في تطور، وإلا هذا لا يعمل ايه عملاً حقيقياً ولا يفيد الإنسان ايه؟ في أغراض البقاء والسرفايفل يعني ما في الكلام هذا ما في منه، في الحيوانات يفيد كما قلنا لأغراض قتالية هجومية وممكن أيضاً لاستعراضات جنسية كما يقول علماء التطور، أغراض الاستعراض إيه؟ الجنسي، نعم. نأتي أيضاً إلى فتحة التنفس في الدرافيل، يعني الدولفينات. تحدثنا عنها في حلقة سابقة، لا أدري أي رقم، لكن تحدثنا عن هذه الفتحة وقلنا الدولفين هو إيه؟ حيوان مائي ثديي منحدر من, من تترابود، من رباعي الأطراف، فقاري ثدي بري. فتحة التنفس طبعا الدولفين له ايه؟ له رئه يتنفس من رئه وبما انه له رئه يتنفس ايه؟ برئه اذا يحتاج الى اكسجين ماذا؟ الهواء يعني لو بقي الدولفين اه في عمق الماء لفتره طويله اطول مما ايه؟ ينبغي لغرق ومات يغرق كما يغرق الانسان الانسان لو دخل تحت فش اكسجين بعد فتره يغرق يموت الدولفين نفس الشيء الحوت نفس الشيء القطم أو خنزير الماء نفس الشيء يغرق والحل لابد إيه أن يصعد إلى السطح وأن يأخذ كمية هواء يحتبسها في جسمه ثم يعود إلى الماء هكذا تفعل الأطوم خنزير الماء والحيتان الحيتانيات بشكل عام يعني بسموها الحيتانيات والدلافين طب كيف يأخذ كيف يستنشق ليس له من خران ليس له من خران تطور عن حيوان كما قلنا له من خران في مقدمة رأسه هذان المنخران ظل يتراجعان ويتكيفان حتى صار في النهاية أو آضا فتحة في أعلى رأس الدلفين زي الحيتان وقلنا بعض عنده إيه؟ لديه إيه؟ فتحتان الحيتان في فتحة فوق وهذه الفتحة سبحان الله عريضة لماذا؟ لكي تأخذ في وقت قصير كمية كبيرة من ماذا؟ من الهواء لو كانت صغيرة يحتاج إلى وقت طويل فممكن يتعرض لخطر لا هي فتحة عريضة ولها إيه صمام صمام يعني لها صمام صمام لحمي يغلقها طبعا لأنه حين يدخل إلى الماء لا يحتاج إيش ها إلى أن تبقى مفتوحة طبعا فيغلقها يعني شيء عجيب هذا تم عبر ملايين السنين العلماء المتخصصون يقولون في هذا المسار من تطور المنخرين في مقدم الرأس إلى فتحة التنفس في أعلى رأس الدولفين تم التغلب على مشاكل كثيرة جدا يعني تم المرور بمشاكل وتحديات وفيرة والتغلب عليها شيئا فشيئا عبر ملايين السنين الآن يقولون ماذا عاد كتطورين لو كان الأمر يتعلق بتصميم سابق تصميم ذكي يعني تصميم إلهي ديفاين يعني آه لماذا كل هذا العناء لماذا كل هذا التعب؟ اصلا لماذا الرئه؟ لا يحتاج الى رئه صحيح؟ لو كان خلق خلقا مستقلا سبيشال كرييشن يعني اه وفي الماء وكحيوان مائي هو يحتاج الى ماذا؟ الى جلس الى خياشيم ولا يحتاج الى إيش؟ الى رئه يحتاج الى خياشيم لماذا الرئه؟ ولماذا لكي تشتغل هذه الرئه بكفاءه اه نحتاج إلى ماذا؟ إلى فتح حتى هو ويحتاج الدولفين كل حين وحين أن يخرج وأن يأخذ نفساً من الهواء في الحقيقة المسألة تتعلق بتصميم المسألة تحكي لنا مساراً تطورياً لأنه أتى من البر وأتى من كائن ثدي يتنفس الهواء وله رئتان والمصحيح وله منخران وحين اضطر أن يعود إلى الماء حدث كل هذا التغير وكل هذه التحولات يعني كل هذه التحولات التطورية عبر ملايين السنين وهذه الآثار الباقية الرئة واضح أنها أثر باقي فتحة البلو هذا أو فتحة التنفس هذا فوق هي إيه؟ أثر باقي أثر باقي طبعا ليست هذه الأثار الباقية وحدها فقط عدو الحقات السابقة عند الدلافين كما قلنا التي تؤكد الأصل البري له وتحضره من ثدي رباعي الأطراف بري أشياء كثيرة مثل الولادة مثل إدرار اللبن مثل إرضاع أولاده مثل القلب بالغرف الأربعة الدلفين كالحوت عنده قلب بغرف أربعة والإنسان عنده قلب بغرف أربعة وكثير من الثديات البرية قلب بغرف أربعة مش بغرفتين أو يعني قلب وبغرف أربعة إخواني وأخواتي وأعجب هذا ما ختمنا به أعتقد حلقة سابقة كيف تعوم الحيتانيات تعوم بالطريقة التي تعدو وتسير بها الفقاريات رباعية الأطراف البرية صحيح؟ كيف نسير نحن؟ كيف تسير إيه؟ الفقريات رباعية الأطراف عمودها الفقري يتماوج علوا وسفلا أليس كذلك؟ وليس شمال يمين ولذلك الدلافين والحيتان تضرب حتى بذيولها ليس إيه؟ شمال يمين إنما إيش؟ فوق تحت فوق تحت نفس الطريقة هذا شيء عجيب شو هذه الملاحظات أعتقد الإنسان العادل يمكن يلتفت إليها ولا يفهم حتى دلالاتها العلماء التفتوا إلى هذا وفهموا هذا أما سائر الأسماك فتعوم إيه بطريقة ماذا؟ الضرب شمال اليمين شمال اليمين آه. هذه فوق تحت لأنها منحدرة من هذه الفقريات البرية جميل أيضا فيما يتعلق بالفيستيجيز أو البقايا الأثرية حدثناكم عن البقايا الأثرية المطمورة في مؤخرة الحيتان وهي عظام صغيرة عظام صغيرة جداً طبعاً في الزعانف الأمامية واضح في لدينا أي ما يشبه تماماً عظام الطرفين الأماميين في الزعنفتين لكن في الخلف الحوت وشرحنا هذا من قبل لا عظام صغيرة مطمورة تحكي ماذا؟ تحكي بقايا حزام الحوض وعضيمات أخرى تنتمي إلى الهايند إلى الأطراف الخلفية التي كانت للأسلاف <applause> ندخل الآن في موضوع جديد مش موضوع جديد نفس نفس الشواهد يعني ولكن أي شاهد جديد الطيور التي لا تطير نفس الشيء <تصفيق> <تصفيق> شواهد حية من التاريخ تعيش بيننا لا تزال لدينا طيور ولا تطير طبعا الطيور التي تطير كثيرة معروفة الريه مثلا، نعام الريه، النعام عوما لا يطير، الموى طيور الموى مواس يقولون بالانجليزي مواس اه الموى. لا تطير، البطريق البنغوين آه. لا يطير، غاق جالاباجوس اه هذا الطائر هذا لا يطير وقد رآه دارون بعينيه. وهذه الطيور التي لا تطير منها ما هو بارع في العدو والجري وسريع جدا. آه. ومنها ما هو بارع في العوم وليس في العدو والجري ولهذا دلالة ولهذا دلالة طيب نأتي الآن إلى الطيور التي تعدو جيدا كما قلنا مثل الرية والأمس آه والنعام آه نلاحظ أن كل هذه الطيور التي لا تطير لها أجنحة لها أجنحة مش أجنحة كاملة تساعده على الطيران لا تستطيع أن تطير بها لكنها أجنحة فيها ريش وتكوين الجناح تماما الآن ماذا يقول الخلقوي التكويني؟ شفتوا؟ هذه ملاحظات بسيطة جداً. ربما الإنسان الخلقوي الذي يقول بالخلق المستقل لأن الله خلق الأنواع خلقاً مستقلاً كن فيكون كل واحد على حدة لحاله من غير ما يكون في تطور أو تطوير يعني تطور موجه أورينتد يعني evolution <applause> هذا هو التطوير. التطوير هو إيش؟ تطور موجه. في الحقيقة نحن هذا في الأخير الذي نؤمن به عشان ترتاحوا يعني. وهذا الذي سيفسر لنا أشياء يعجز التطور عن تفسيرها وهيك بننتهي إلى أنه فعلا التطوير هذا هو أسلوب الله في الخلق هو أراد أن يخلق الكائنات بهذه الطريقة هذه الطريقة لا هي له oriented evolution آه. تطور موجه يعني تطوير إلهي تطوير إلهي فالآن الخلقوي أو التكويني لا يستطيع أن يفسر لنا لماذا هذه الطيور لها أجنحة ولا تطير هل الله تبارك وتعالى، هل الله عز وجل يخلق شيئا عبثا؟ يخلق شيئا بلا فنك بلا وظيفه بلا اهميه بلا هدف؟ خلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء في مكانه. طيب ايش مكان هذه الاجنحه؟ نعامه باجنحه وما بتطير، آه, اه؟ الامو هذه باجنحه وما بتطير. الريه هذه وما بتطير. وليش؟ والبطريق كمان، وباجنحه آه وما بتطير. وغاق قلب باقس بأجنحة وما بطير. لماذا؟ طبعا سيسكت يحك رأسه الواحد لماذا فعلا؟ التطور يقول لك الجواب سهل. الجواب سهل. هذه الكائنات منحدرة من طيور كانت تطير فعلا. كانت تطير فعلا لكن لأسباب أو لأخرى طبعا كل مرة يقدموا لك ايش المقترحات يعني في كل حالة حالة. لماذا غدت هذه الكائنات بعدين لا تطير يعني مثلا مثلا سيقول لك جاءت هذه الطيور طيور الموة ذكرت قبل قليل اه في الاموة وفي الموة مواس المواس هذه طيور تعيش في نيوزيلندا وعلى ذكر نيوزيلندا نيوزيلندا لها حظ كبير حظ وافر من الطيور التي لا تطير فيها كثير من الطيور التي لا تطير في نيوزيلندا بالذات لماذا؟ لأن نيوزيلندا تخلو من الثدييات ما فيها ثدييات حيوان الثديية ما فيها ففي الأعصار القديمة جاءت هذه الطيور الموس بالطيران كانت تطير وحطت في في نيوزيلندا جميل وصلتها وهي تطير هناك مساحة بيئية هائلة شاسعة مفروشة كما نقول باللغة العامية اليوم مفروشة هذه متروكة ولا نزاع عليها ولا نزاع عليها تركتها الثدييات غير موجودة هناك لماذا؟ لهذه المهاجرات الجديدة لهذه المهاجرات الجديدة هذه تطورت فيها بهدوء كل شيء متوفر الطعام الشراب من غير نزاع من غير صراع من غير كونفليكت من غير أي شيء فوجدت نفسها غير محتاجة حتى إيش؟ أن تطير تبحث عن رزقها في الأجواء أو تهرب من إيه؟ من مفترسات الثدييات ما في مفترسات ما في ثدييات أصلاً هذه لي سداح مداح فخلاص وفعلا بفعل اي عامل الزمن فقدت هي الحاجه ايش الى الطيران فتحور اي الجناحان شيئا فشيئا وفقد لياقه الطيران فهذه الطيور نسيت كيف تطير وفي انواع منها يقول احد علماء التطور ونسي انه نسي كيف يطير طب ايش الفرق نسي كيف يطير لا يحاول ان يطير كيف حاله انه لا يستطيع لكن حين ينسى انه نسي كيف يطير حيحاول يطير يقول هذا العالم وسيقع مثل طوبه <applause> يكون على اعلى شجره وهو نسي انه نسي كيف يطير طائر الككاب العرب يسموه ككاب نفس الشيء هذا طائر في نيوزيلندا هذا اللي حكيت عنه أن نسي انه نسي كيف يطير هذا الككاب المسكين برمي حاله بوف بقى مثل مثل طوبه في الارض وظل <applause> يحاول باستحماق اه انه بده يطير مسكين بطلنا طيران من زمان سكرنا خلص افهم مش فاهم مسكين بضلوا ايه يحاول المسكين اه نفس الشيء قريب من الطيور اذا فهمنا الان ايه الطيور يا اخواني التي لها اجنحه ولا تطير لماذا لا تفعل مسار تطوري فقط قضيه قضيه ماذا تطور هو هذا خلقيا صعب ان تفسر هذا خلقيا صعب ايه ان تفسر هذا تكوينيا لا اذا في خلق مستقل لابد يكون في تصميم في خطه كل شيء في مكانه بلا زياده بلا نقصان وبلا ماذا؟ بلا عيوب imperfections اه imperfection يعني عيب بلا عيب لا في عيوب وفي مشاكل وفي زيادات وفي نقصان اذا ايش القضيه؟ قضيه تطور في تطور او تطوير او تطوير نفس الشيء لدينا حشرات أيها الإخوة فقدت أجنحتها طيب في حشرة بغير أجنحة؟ مفروض الحشرة ماذا؟ بأجنحة والحشرة عموماً مفروض كم جناح لها؟ أربعة حشرات عموماً يعني ستاندرد يعني أربعة أجنحة في حشرات بلا أجنحة بالمرة وفي حشرات بجناحين اثنين مثل إيش حتقول لي؟ الذبابة هالمسكينة هذه الهبلة الذكية ملعونة هذه عندها جناحان فقط مش أربعة أجنحة اسلافها ايه البعيدون كانوا ايه باربعه اجنحه البعوضه بجناحين ايضا مش باربعه اجنحه 97% من الحشرات مجنحه تمام 97% من الحشرات مجنحه و3% منها ايه غير مجنحه فقدت الاجنحه وزي ما قلنا في منها فقدت ايش جناحين ومنها فقدت ايه الاجنحه كلها عجيب ليش مثل النمل الشغال الوركر انتس آه. النمل الشغال هذا ما في اجنحه صحيح؟ إيه الملكه عندها آه. الذكور بيطلعوا برا هذول آه. عندهم اجنحه والملكه عندها اجنحه الى حين تفقدهم بعدين اه بس الشغالات هذول تحت الارض ما في النمل الشغال هذا ما عنده اجنحه وحنشوف ليش وايش الحكمه وفي يعني طبعا مهم انه ما يكونش عندها اجنحه افضل طبعا تحت الارض باجنحه مشاكل كبيره حتصير والعجيب بتطفل على الأرض وعلى النمل أنواع من الطفيليات بعض خنافس وتفقد الأجنحة ملهاش أجنحة لأنه تحت إيد تعوقها إيه؟ تعوقها واضح؟ آه. الأفضل تحت الأرض أن تتحرك هذه شغلت بلا أجنحة لذلك فعلا فقدتها إذا مسألة تطور مسألة إيه؟ تطور بحسب الحاجة فقدتها بالنسبة للذباب نعود إلى إيه الذباب؟ الذباب كما قلنا أكيد تحذر من حشرات رباعية الأجنحة لكن هو الآن إيش؟ ثنائي الأجنحة طيب وين ذهب الجناحان الآخران؟ موجودان لما تدرس تشريح الذبابة شوف أنت إيه الجناحين الفوق تحتيهن يعني الجناحين الخلفيين ها موجودان ترى جناحين صغيرين تو آه يعني موازنين اه حلت لونغا بيعمل توازن صغير ترى انت هذا هو الجناح هذا اختزل بده تصير يعني اه بالالمانيه اصبح ايه مختزلا اختزل في موازن هيلتر هيلتر في موازن صغير هنا وهنا محل الجناحين طب كيف عرفنا انه هذا هو الجناح فعلا طيب مش شيء ثاني لانه في المكان في نفس المكان تمام وسيمتريه واحد شمال واحد يمين ويتحرك نفس حركة جناح الذبابة نفس الحركة مثل الجناح اللي فوق جناح الذبابة كيف يتحرك يا إخواني تحرك هيك ها ولا هيك تحرك هيك بشكل إيش حرف 8 بالإنجليزي حرف ثمانية تخيل الحركة العجيبة هذه تحرك بطريقة هذه الجناح شو غريب هذا الموازن أو هذان الموازنان يتحركان إيه في شكل إيه أو في نمط إيه حرف عفوا مش حرف رقم آه ثمانية بالإنجليزي إذا هما, هما جناحان إذا هما جناحان في تطور إذا في تطور أشياء تختفي أشياء تختزل أشياء تختزل وأشياء تظهر وأشياء تظهر <applause> تماما حشرة لاحسة السكر سيلفر فيش اه بسموها سيلفر ايه فيش هذه من لاج اجنحه من اصله هذه حشرة بلا أجنحة كما قلنا داخل في الثلاثة في المائة من الحشرات أكيد تطورت من الحشرات بأجنحة أو بأربعة أجنحة بس فقدتها لم تعد إيه تحتاج إليها آه. البراغيث فلو بالألمانيا آه. فليز آه. هذه مالها لها ما لهاش أجنحة هذه أو اختزلت أجنحة حتى يعني إلى حد بعيد جدا جدا تماما لكن نقدر نقول هي فقدت الأجنحة مع أنها في الماضي البعيد اكيد كان لها اجنحه القمل شوف القمل والعياذ بالله منه لايس لايس بالانجليزي لوزا بالالماني لايس هذا ملوش اجنحه اسلافه لها ايه؟ لها اجنحه اذا في تطور في تطور ايها الاخوه كما قلنا بالفقد بالاختزال الفقد او ايه؟ بالاختزال طيب جبسي موث جبسي معناها الغجري يعني النوري اه الجبسي تسمىها جيبسي موث العثه الغجريه العثه ايه الغجريه عندها عضلات اجنحه العضلات اللي بتحرك الاجنحه موجوده عندها بس ما عندهاش ايه اجنحه وبالتالي تطير او لا تطير لا تطير لكن ليش موجوده عضلات الاجنحه فيستيجز اثار باقيه بتحاول تدلنا وتقول لنا تحطوا الاصبع هيك انه انتبهوا هنا في يوم من الايام قبل عشرات ملايين السنين كان في ايه؟ اجنحه بتتحرك راحت تطور خلاص اختزلها حذفها شطب عليها والعضلات هذه الحين ما لها اي وظيفه ممكن بعد كمان 50 مليون سنه 10 مليون خم... لا ندري تفقد حتى ماذا؟ العضلات صح؟ بس في المرحله هذه الى اليوم هذه العضلات في ايه؟ في موث. في العثه الغجريه في العثه الغجريه العضلات موجوده العضلات موجودة في حشرة لا تطير ولا تحتاج أن تطير ليش طيب؟ لأن الجبس يموت هذه طبعا الجبس يموت انتبهوا الأنثى في الحالة هذه الجبس يموت الذكر لا يطير يطير عاد عنده أجنحة يطير الأنثى هي التي لا تطير لماذا؟ لأنها تفرز مادة كيميائية هي لا تحتاج أن تطير تفرز مادة كيميائية شديدة الإغراء للذكر وشديدة التركيز بحيث انك مهما خففت العلماء عملوا تجارب طبعا يخففوها بالماء او بمحلول قد ما تخففها يشمها الذكر وياتي ياتي بسموه على المسار الكيميائي او الممال يعني ياتي على الممال الكيميائي تبعها وياتيها علماء التطور انفسهم ماذا يقولون؟ طبعا هذه الاشياء تذكروها مليح وانا كل واحد فيكم بلاحظها ايش هي؟ انه في شيء هنا مش مفسر، في شيء مش مفهوم، في شيء علماء التطور مش يلتقطون طبعا في خطه وراء كل هالهلوم هذه كلها اصلا في منطق كبير حاكم على كل قصه يا اخواني في ذكاء مهيمن على المشهد كله انت ممكن تسميه منطق او كذا في آه. يعني الان مثلا تطور كويس امنا انا ما عنديش مشكله مع التطور بالطريقه هذه كويس هذا اسلوب الله الخلق لكن في منطق ابعد من هيك يعني بمعنى ايه؟ انك بتقول لي انه ايش؟ الجبس موت هذه الانثى ما بتطيرش وعندها العضلات بس بتطير عشان ما اجنحه، الذكر بطير هي لا تحتاج ان تطير هي مش حكايه لا تحتاج الافضل الا تطير لانه لو كانت تطير لن يلتقي الا ما شاء الله ليش طيب؟ هو لا ياتي هذا الذكر ومش اجتماعيهم مش حيوانات اجتماعيه على فكره مش انه قاعدين هيك عاملين قبيله هيك اه <applause> ترايب وقاعدين ابدا ابدا دائما الذكور في مكان والاناث في مكان مش حشرات اجتماعيه هذه جميل زي النمل والنحل يعني لا 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 آه. مفرقين دائما طرائق قددة أيادي سبع مثل العرب اليوم <applause> عرب الألفية الثالثة مفرقين مساكين جميل آه. فعلشان يجيب الذكر هي ووصل الحياة والتناسل إلى آخره لابد إيه تفرز المادة الكيميائية هذه وتضلها في مكانها تتحرك حركة بسيطة مش حركة طيران في مكانها هو أسرع منها <applause> يأتيها بسرعة آه. يأتيها بكون عندها إيش بسرعة لو كانت تطير هي هو في الوقت الذي يحتاجه لكي يصل اليها تكون ايش هي؟ ذهبت في عالم اخر وكذا لن يلتقي هذا مش كلامي، كلام علماء التطور. فالسؤال اذا اذا التطور كله على بعضه هنا هيك في المسألة هذه محكوم بشيء محكوم بغايه ولا صحيح؟ في غايات، في اهداف، في شيء يحذف وشيء يزاد وشيء ينقص عشان يحقق شيء ولا صحيح؟ المساله مش هيك يعني آه ضرب عشوائي هذا حنتكلم عليه بتعمق اكثر من هيك بكثير بس بس هذه عشان عشان تفكروا انتم بالطريقه هذه بس في اشياء اعمق من هيك بكثير هي حتخلينا نفهم بالضبط ايش روح التطور ايش اللي يقبع خلف هذا التطور عشان نكون مطمئنون كما قلنا مئة مره الى ان التطور فعلا هو اسلوب الله تبارك وتعالى في ماذا فالخلق لا اله الا هو جميل في عندنا ايه مساله اخرى شبيهه بالحشرات التي فقدت اجنحتها والطيور التي فقدت خاصية الطيران ونسيت ذلك الحيوانات الكهفية التي تعيش في الكهوف المظلمة لذلك تسمى تسمى حيوانات الكهوف المظلمة هيك بسموها جميل هذه فقدت أعينها تماما أو لم تفقدها تماما وتكاد تفقد النظر يعني مش سلهوت شيء أبشع من السلهوت يعني يا دوب طشاش ترى وكأنها لا ترى وبعضها لا يرى بالمرة تخيل لكن عنده شكل عينها ما زال وبعضها مسيح دجال الكهوف العين مختفية خلف إيه جلد يعني عين دمية شفتوا الدم أنتوا كيف أو عين أصنام شوفوا الأصنام أنتوا صنم حطوا له قال عين قال آه هذا زي هيك مثل عين صنم عين دل عين دمية يعني آه عليها إيه غاشة جلد بمعنى أنه المحجر تبع العين هذا مالوش اي حركه ما بتتحرك العين في المحجر ما في أي شيء خلاص طب ليش هذا انا الخلق أو التكويني يقف حاجزا صح انتبهوا يعني حنسال احنا ايه اللي بيقول انه إيه الله خلق كل شيء بضربه واحده سبيشال كريشن خلقا مستقلا مباشره اذا هذا خلق مستقل ويحكي التصميم السابق اه يحكي التصميم السابق ليش هالعين هذه عين الدميه هذه او عين التمثال هذه ليه ليش موجوده هذه ايش الفائده منها حيوان يعيش في ظلام طامس دامس بمعنى ايش؟ فيش ضوء ضوء ما فيه والعين بغير ضوء عندها اي اهميه؟ ابدا عندها اي وظيفه؟ ابدا ابدا ما نحتاجها بالمره بنكمل في الحلقه الثالثه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته